السلام عليكم وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري المباشر على الأولى. إليكم أبرز عناوين: 50 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا أعلنت عنها وزارة الصحة مساء أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275. تعبئة شاملة للأطر الطبية وشبه الطبية بمستشفيات ومصحات المملكة لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد 19 وإجراءات احترازية عديدة لمواكبة العملية. تطهير وتعقيم الشوارع والفضاءات العمومية متواصل عبر المملكة، يوازيه التزام المواطنين بحالة الطوارئ الصحية. أهلا بكم. إلى 275 ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على المستوى الوطني بعد إعلان وزارة الصحة مساء أمس عن تسجيل 50 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس. الوزارة أعلنت أيضا أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 10 حالات. تمكن نظام الرصد والمراقبة الوبائية لمرض كوفيد 19 من رصد 50 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 275 حالة مؤكدة مقابل 931 حالة استبعدت بعد التحليلات المخبرية اللازمة. وقد تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، 2 منها بمدينة مراكش، وحالة وفاة واحدة بكل من الدار البيضاء والرباط. كان لهذه الحالات عامل اختطار متعلق بالسن أو بالإصابة بأمراض مزمنة أو هما معا، أي عامل سن وكذلك الإصابة بمرض مزمن، فيما تمثلت حالة واحدة للشفاء، ليصل مجموع المعافين إلى 8 حالات. أما فيما يخص التوزيع الجغرافي لهذه الحالات التي سجلت، فقد سجلت جهة الدار البيضاء 87 حالة، و51 حالة سجلت بفاس مكناس، 50 حالة بالرباط سلا القنيطرة، و43 حالة بجهة مراكش أسفي، فيما توزع باقي الحالات على باقي جهات المملكة باستثناء جهتي العيون الساقية الحمراء وداخل وادي الذهب اللتان لم تسجل أي حالة لحد الساعة. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 72% من الحالات يفوق سنها 40 سنة. أما فيما يخص تتبع المخالطين، فلا يزال 2341 شخص مخالط تحت المراقبة الطبية، فيما أتم الفترة اللازمة للمراقبة الطبية 669 شخص مخالط، وهذه المدة مقدرة في 14 يوما. وزارة الصحة أكدت كذلك أن استعمال الكلوروكين وكذا الإصدارات العلمية الناتجة عنه بعدد من دول العالم أكدت جميعها نتائج إيجابية لاستعمال هذا البروتوكول العلاجي في علاج مرضى كوفيد 19. الوزارة أضافت كذلك أنها اعتمدت هذا البروتوكول بعد دراسة وقرار من اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة. نوال الجراري. أوضحت وزارة الصحة في إطار تفاعلها مع النقاش الدائر حول مدى نجاعة البروتوكول العلاجي للمصابين بعدوى كوفيد 19 على أساس دواء هيدروكلوروكين وهيدروكسيكلوروكين، أن وصف واستعمال هذا الدواء الذي عممته وزارة الصحة منذ أيام على المراكز الاستشفائية الجامعية والمديريات الجهوية للصحة على صعيد المملكة لعلاج حالات الإصابة بكوفيد 19 هو دواء معروف كان يستعمل منذ سنوات لعلاج الملاريا وأمراض مزمنة كالتهاب المفاصل والأمراض المناعية الأخرى لمدد طويلة قد تصل أحيانا لسنوات، وذلك تحت مراقبة طبية متخصصة وصارمة لتتبع وحصر ما قد يترتب عن استعماله من مضاعفات جانبية. وأضاف البلاغ أن وزارة الصحة وفرت بصفة استعجالية بموازاة القرار الهام الذي اتخذته اللجنة العلمية والتقنية
كل الوسائل اللازمة لضمان التفعيل الدقيق والآمن لهذا القرار، واستنفرت في سبيل ذلك كل أطورها الصحية للسهر على تتبع ومراقبة استجابة مرضى كوفيد-19 للبروتوكول العلاجي على أساس الكلوروكين بكل المراكز الاستشفائية العمومية والعسكرية على الصعيد الوطني. وشددت الوزارة على أنها بالإضافة إلى توفرها على نظام معتمد لتتبع ومراقبة جودة وسلامة الأدوية من خلال مصالح مديرية الأدوية والصيدلة، تتوفر كذلك على كفاءات علمية وتقنية من أساتذة الطب وأطر صحية معترف بها عالميا للاعتماد الاستباقي للبروتوكول العلاجي المذكور على أساس كلوروكين بقرار سيادي ومستقل وأمن. وذكرت الوزارة بأن الدورية الوزارية رقم 22 الموجهة إلى مهني الصحة بتاريخ 23 مارس الجاري تضمنت توصيات اللجنة العلمية المذكورة في شأن شروط وكيفية استعمال هذا البروتوكول العلاجي، وذلك من أجل تدبير وطني عقلاني وآمن لمخزون الدواء المذكور بمختلف وحدات التموين على مستوى جميع المديريات الجهوية للصحة. وطمأنت الوزارة المصابين بأمراض مزمنة والذين يستعملون أدوية تحتوي في تركيباتها على مادة كلوروكين أن بإمكانهم الحصول على حاجتهم من الأدوية المذكورة مجانا وبصفة استثنائية من الصيدليات الجهوية والإقليمية بمختلف المصالح الخارجية للوزارة القريبة من مقر سكناهم، وذلك بعد الإدلاء بملفهم الطبي. وبفاس تم تزويد المركز الاستشفائي الحسن الثاني بكافة التجهيزات والمستلزمات الضرورية لعلاج المرضى المصابين بجائحة كوفيد-19. بالموازاة مع ذلك نظمت دورات تكوينية واجتماعات دورية لفائدة العاملين به لمواجهة هذا الوباء. أحمد العلوي ومصطفى الزهري. المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس يشهد تعبئة شاملة لكافة الأطر والعاملين به لاستقبال الحالات المحتملة المصابة بفيروس كوفيد-19. تجهيزات طبية ولوجستيكية وضعت رهن إشارتهم لمعالجة الحالات الوافدة، واجتماعات يومية تعقد لتأمين مواجهة فعالة لهذا الوباء. والوتيرة الاجتماعات كثرت، والحمد لله أن داك الشيء كيدار بواحد التنسيق تام ما بين جميع الفرق الطبية ولا أساتذة ولا التمريضية، الفرق التمريضية والفرق الإدارية والتقنية من واللوجستية من أجل تأمين جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمواجهة هذا الوباء. والحمد لله كاين تأهب كبير، كاين استعداد، كاين واحد الروح ديال التفاني، وكاين واحد الإرادة قوية أننا نخدموا المريض إلى جانبنا. إلى جانب ذلك تنظم دورات تكوينية تطبيقية لفائدة العاملين بهذا المركز الاستشفائي من أجل المواكبة اليومية واتخاذ كافة الاحتياطات وطرق السلامة والوقاية اللازمة. هذه الدورة التكوينية كدار بتأطير من أساتذة، والمحتوى ديال الدورة التكوينية كيتم أنه كيتفاليدا من عند هاد الأساتذة بواحد الطريقة علمية من طرف لجنة علمية، باش أن المعلومة الصحيحة والمعلومة الدقيقة تعطى للعاملين من أجل حماية أرواحهم وحماية حياة عائلتهم. حرب شرسة يخوضها العاملون في القطاع الصحي للتصدي لجائحة كورونا، ومجهودات كبرى تبذل من طرف الأطر الطبية والشبه طبية لتقديم العلاج والدعم والمساندة للحالات المصابة بهذا الوباء. تضحيات يجب أن يواكبها التزام وتعاون من المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. نتحول صوب مدينة مراكش، حيث اعتمد المستشفى الجامعي محمد السادس خطة عمل تبنت مسارا خاصا لاستقبال المصابين، كما تم تعزيز مصالح الأمراض التنفسية والإنعاش بالإمكانيات اللازمة لتقديم العلاجات الضرورية لمواجهة هذا الفيروس. أمين علام والمعتصم بالله البوزاوي. حالة تأهب قصوى يشهدها مستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد-19 أو المشكوك في إصابتهم بهذا الفيروس. ضمن خطة عمل هذه المؤسسة الاستشفائية تم وضع مسار خاص بالحالات الوافدة وتخصيص فضاء مجهز لتدخل الأطقم الطبية وشبه الطبية في المراحل الأولى لوصول المريض، وهذه إحدى الحصص المخصصة لإعادة انتشار الأطقم شبه الطبية المعبأة لهذا الغرض.
اليوم غادي نبداو مرحله ديال اختيار المرضى اللي مصابين بالزكام سيركوي ديدي كوفيد 19 اللي متخصص غير في هذه الحالات. غيكونوا جوج ديال الاطباء اللي غادي يختاروا هيشوفوا المرضى اللي يقدروا يكونوا عندهم الاعراض ديال هذا المرض. غادي يجيو لواحد لو سيرفيس اللي غيكون متخصص في الكوفيد. اول حاجه منين غيوصلوا غيركبوا لهم ماسك شيرجيكال يعني كمامه جراحيه. بمصلحة العناية المركزة تعمل الأطقم الطبية المشرفة على الحالة الحرجة الوافدة طبقا لبروتوكول دقيق يؤمن حراسة مكثفة للسهر على تقديم العلاجات الضرورية. المصلحة تعمل بطاقة استيعابية تتسع لـ30 سرير قابلة للتوسيع حسب الحالات الوافدة. هاد الحالة الوبائية اللي كيدوز منها العالم وكندوزو منها حتى حنا في المغرب هذه واحد 5 أيام بدينا كنشوفوا الحالات الخطيرة وحلينا 30 سرير ديال الإنعاش في المستشفى الجامعي يعني 3 المصالح ديال 10 أسرة بكل مصلحة ودرنا واحد تنظيم مميز باش نستعدوا لهاد الحالات الخطيرة. فعندنا في جوج ديال المصالح ديال الإنعاش عندنا 8 ديال الحالات خطيرة اللي كيمتثلوا التنفس الاصطناعي. بمصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية حيث تخضع الحالات الأقل خطورة للعلاج نفس التعبئة واحترازات وقائية لا بد للعاملين بهذه المصلحة الالتزام بها تنفيذا لخطة العمل التي وضعتها هذه المؤسسة الاستشفائية. شفتوا في خلال الجولة ديالتكم مسار ديال المريض هنايا في المستشفى الجامعي لا سيما المستشفى الرازي وشفتوا في مصالح الانعاش انه ايفيكتيفمون كاين مرضى اللي حالتهم خطيره دابا كاينين في المصالح ديال الانعاش كيتكلفوا بهم يعني اطقم طبيه وتمريضيه مختصه في هذه الحالات هذه هذا على مستوى رقم واحد. مستوى رقم جوج الحالات اللي ماشي ما كتشكلش خطوره بزاف فشفتوا المصلحه اللي معده لهذا الغرض هذا مصلحه كوفيد اللي غادي نزيدوا مازال مصالح اخرى على حسب تطور الحالات. اللي بغيت نشير ليه عفاكم كنعطي مساج للمواطنين الله يخليكم لما جلسوا في ديوركم بقاو التزموا بالبيوت ديالكم راه حنايا مضحيين بالغالي وبالنفيس مضحيين بوليداتنا مضحيين بوقتنا على اساس اننا نسهروا عليكم ونسهروا على صحتكم وعلى وعلى هذا الوطن باش يبقى بسلام وامن. الله يرحم الوالدين جلسوا. المساج الثاني اللي بغيت ندوز هو خص الناس يعرفوا بان هذا المرض راه ماشي كيقيس غير الكبار راه كيقيس كاع لي ترونش داج الصغير والكبير. بمسؤولية ونكران للذات تتعبأ الأطقم الطبية وشبه الطبية والإدارية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش بتنسيق تام مع المديرية الجهوية للصحة ومستشفى ابن زهر والمستشفى العسكري لمواجهة جائحة كوفيد-19 من خلال التكفل بالمصابين. والدعوة موجهة لكل المواطنين للمساهمة في التخفيف من العبء الملقى على هذه المؤسسات بالمكوث في البيوت والالتزام بالشروط الوقائية. والموارد البشرية للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخل تتعزز بتعبئة طاقم طبي عسكري سيعمل إلى جانب الطاقم المدني على تقديم خدمات طبية ذات جودة للمواطنين. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قد أعطى تعليماته قصد تكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد-19. بكر دليمي ومحمد الدس. حلت اليوم أطر طبية عسكرية بمدينة الداخلة للمساهمة في تعزيز العرض الصحي بالجهة. وستساهم هذه الأطر الطبية العسكرية في جهود محاربة انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد-19. واطلع والجهة الداخلة وادي الذهب بمعية الوفد المرافق له على الترتيبات والتدابير المتخذة للبدء في تنفيذ العمل المشترك بين التمثيليات الجهوية القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وقوات المساعدة والمديرية الجهوية
وقدمت لهم شروحات مستفيضة همت الاستعدادات والتدابير المتخذة. هذه الزيارة للوقوف عن قرب لرؤية مدى جاهزية المستشفى وكذلك لتعزيز المستشفى بالموارد البشرية العسكرية. ولي الجهة وقف أيضا بمعية الوفد على جاهزية الفرق الطبية بمستشفى الحسن الثاني بالداخل وعلى أهمية الإجراءات المتخذة للتعامل مع الحالات الواردة والتي تحتاج إلى تدخل في مثل هذه الظروف. عدد الأطر 18 إطار في عدة تخصصات، وهذا تعزيز الموارد البشرية، أي كل واحد صدى إيجابي الحمد لله، لأن غادي نخدمه بشراكة إحنا والمستشفى العسكري. تحديث المخطط الجهوي للتكفل بهذه الحالات، يعني تم إحداث واحد المركز ديال التشخيص اللي خاص بالحالات كوفيد اللي تستقبل جميع الحالات المشكوك فيها، جميع الناس اللي عندهم اعراض تنفسيه غادي يستقبلهم، واللي يتم على المستوى ديالو انه يتم تشخيص ديال الحاله، وإلا كانت الحاله انها مشكوك فيها وخاصه دار لها تحاليل، هذيك الساعه يتم العزل ديالها في المصالح ديال المستشفى. تم تجهيز تقريبا 30 سرير لهذا الغرض، وهاد 30 سرير فيهم 4 ديال الاسره ديال الانعاش وديال التكفل بالمرضى اللي عندهم حالات متقدمه ولا حالات مستعصيه. الطاقم الطبي العسكري الذي يتكون من مختلف فئات المشتغلين في المجال الصحي من اطباء وممرضين ومساعدي ممرضين والمساعدين الاجتماعيين سيشكل دعامة أساسية لتسيير ولوج المواطنين بجهة الداخل وادي الذهب إلى الخدمات الصحية الاستشفائية المقدمة للعموم، كما سيساهم أيضا في الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ونظرا لهذه الظروف الاستثنائية، الهيئة الوطنية للأطباء التزمت بمواكبة التعبئة الشاملة لتطويق الوباء عبر تطوع عدد من الأطباء الأخصائيين لمراقبة الحالة النفسية والصحية للمواطنين ووضع المصحات الخاصة رهن إشارة الوزارة الوصية. حسنة بن جابي ونور الدين صابر. حالة من القلق والتوتر تسيطر على البعض من المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، رد فعل طبيعي لكن لا ينبغي أن يصل إلى مستوى اضطراب نفسي. إذا كنت من هذه الفئة يمكنك التواصل عبر الهاتف مع أحد الأخصائيين في الطب النفسي الذين تطوعوا من أجل هذه المهمة. هذا الوباء خلق واحد النوع من الذعر عند المواطن، فلهذا قمنا بتنسيق مع الجمعية ديال البسيكياتر على أساس أننا نديرو واحد خلية استماع اللي من خلالها تتصلوا المواطنين مع أطباء الاختصاصيين في الأمراض النفسية، من خلالها كيحاولوا أنهم ينفسوا عليهم أو لا، تكون استشارة في الميدان النفسي. وفي خطوة تضامنية لهيئة الطبيبات والأطباء بجهة الرباط سلا القنيطرة، تضع رهن إشارة وزارة الصحة 4 مصحات لاستقبال المصابين بوباء كوفيد-19، مصحات تجهزت ب60 سريرا للإنعاش، فيما تلتزم باقي المصحات الخاصة بمختلف جهات المملكة بوضع مؤسساتها رهن التصرف عند الضرورة. درنا واحد اللجنة، داك اللجنة مشات وشافت هاد المصحات وشافت واش يمكن لهم يستقبلوا الناس اللي مرض بعد بالكورونا فيروس، ولا الناس اللي غير بغينا نعزلوهم باش ما ينشروش هاد الوباء. ومن جهة أخرى المصحات الأخرى كلها راهي مستعدة من جهة واحدة أخرى أنهم غادي يعطيو الأجهزة ديالهم، وأنهم إذا اقتضى الحال غادي يعطيو حتى للوكو ديالهم، غادي يعطيو حتى المصحات ديالهم. إذا جميع المصحات هي رهن إشارة الوزارة ورهن إشارة الدولة، ولكن 4 دابا رحنا وجدناهم وفيهم 60 سرير ديال الإنعاش. إذا هذا مساهمة القطاع الخاص بالنسبة لهذا الوباء. هذا يبقى عامل ضبط النفس
من أفضل الطرق للحد من القلق وتقليل آثاره السلبية أمام هذه الجائحة التي يعيشها العالم أجمع. وينضم إلينا مباشرة السيد محمدين بوبكري رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. دكتور، بعد التحية، ما هي الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي وضعتها الهيئة خلال الظروف الاستثنائية اللي كتعيشها بلادنا؟ شكرا أخي، شكرا للإذاعة الوطنية التي أتاحت لنا الفرصة للتعبير برأينا في هذه الجائحة. الخطوات الاحترازية هي تعطى ست سلة من ستة إجراءات احترازية. أول إجراء احترازي هو حث الأطباء الجامعيين وأطباء القطاع العام والأطباء القطاع الخاص على الالتزام بتوصيات وزارة الصحة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة. الاحتراز الثاني هو التشبث بوسائل الوقاية الضرورية حتى يمكن الابتعاد من الإصابة بهذا المرض. وتعبئة الاحتراز الثالث هو توعية المواطنين بكل ما نصت عليه توصيات وزارة الصحة حتى لا تكون الجائحة حتى لا تسحب الجائحة علينا. الاحتراز الرابع هو محاولة إلصاق الملصقات ونشر الملصقات بالعيادات والمصحات والمستشفيات العمومية. الاحتراز الخامس هو حث جميع العيادات والمصحات على فتح أبوابها في وجه المواطنين كضرورة قانونية لاستقبال المواطنين في هذه الوضعية الخاصة. وأيضا حاولنا أن نحث هؤلاء المواطنين على استقبال المواطنين ومحاولة تغيير نمط التعامل مع المرضى بإبعاد لي رونديفو اونتر لي مالاد ليسباسمون دي رونديفو. ايضا طلبنا من جميع الاطباء محاوله ابعاد كل العمليات التي ليست استعجاليه من اجل التكلف بكل ما هو استعجالي وخصوصا كوفيد 19. نعم دكتور، كما اشرتي في الاجابه ديالك، وعلى صعيد جهه الرباط صلاه القنيطره تم تخصيص عدد من المصحات الخاصة لاستقبال المصابين بالفيروس. واش غادي تعملوا على تعميم هذه المبادرة على الصعيد الوطني؟ بطبيعة الحال تم التنسيق بين المجلس الجهوي للرباط والجمعية المصحات بالرباط التي تم من خلالها تم تخصيص 60 سريرا لاستقبال المرضى كورونا فيروس. وهناك تنسيق مع مجموعة من أرباب المصحات على الصعيد الوطني لاستقبال المرضى. وفعلا وجدنا الأذن الصاغية والتطوع التلقائي من طرف المصحات في المغرب، وقد نسقت هذه المصحات على الصعيد الوطني مع الهيئة الوطنية الهيئات الجهوية من أجل إعطاء مصحاتها رهن إشارة وزارة الصحة لاستقبال هؤلاء المرضى. نعم دكتور، وهنا نذكر هناك مجموعة من المصحات التي تطلب تعطي انسوليتاج في العدوى نتاع كورونا. يجب أن تعطى كل مصحة وليس قسما معينا فقط. نعم دكتور، من بين المبادرات الأخرى وأن عدد من الأطباء النفسانيين تطوعوا لمواكبة المواطنين اللي كيعانيوا من القلق والتوتر خلال هذه الظرفية. كيفاش يمكن لهاد المواطنين يستفدوا من هذه الخدمة؟ الهيئة الوطنية بتنسيق مع الجمعية المغربية للطب النفسي وضعت مجموعة من مراكز الاستماع من خلال المجالس الجهوية. في البداية كانت هناك سبع مدن مغربية تم إعطاء هواتفها للمواطنين المغاربة، وتم تخصيص ساعتين في اليوم من الثانية بعد الزوال إلى الرابعة بعد الزوال ومن الاثنين إلى الخميس
على أن تعمم وأن تمدد الساعات. بطبيعة الحال الآن عممنا هذه العملية على مجموعة من المدن المغربية بالصحراء المغربية ومدينة الرشيدية وبني ملال وخريبقة. ومن خلال هذه العملية نريد أن نقول أن الحجر الصحي يؤدي إلى الكآبة التي يجب أن نخرج منها المواطنين. أيضا هناك خوف المواطنين من مرض كورونا الذي نحاول أن نخفف على المواطنين من هذا الخوف وإعادة الثقة للمواطن من خلال الأطباء النفسانيين الذين تطوعوا بكثرة في هذه العملية. تعتبر مبادرة أولى من طرف الهيئة الوطنية للأطباء على أن تكون هناك مبادرات أخرى خدمة لهذا الوطن من أجل القضاء على هذه الجائحة وزحف هذه الجائحة. نعم، هي مبادرة مشكورة سيد محمدين بوبكري رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، كنت معنا مباشرة من مدينة الرباط، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. وفي الشأن التربوي، نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت أي بلاغ بخصوص إقرار سنة بيضاء. ودعت الوزارة في بيان حقيقة الجميع إلى عدم تداول مثل هذه الأخبار الزائفة والتأكد من صحة أي معلومة تهم قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من مصالحها المختصة. وحسب البيان فإن الوزارة قررت تحريك المتابعة القضائية في حق الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء فبركة هذا البلاغ الكاذب. قانون حالة الطوارئ الصحية يندرج في إطار التدابير الوقائية والاستعجالية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. قانون يتضمن عقوبات زجرية موجهة للأشخاص الذين لا يحترمون الإجراءات التي وضعتها السلطات العمومية. ربورتاج عماد أمسمير ومحمد الناصري. يتسم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بطابع حمائي، لكون الغاية منه هو حماية المواطنين وضمان سلامتهم عن طريق تفادي المخاطر التي يسببها وباء فيروس كورونا المستجد. القانون جاء بمقتضيات زجرية تعاقب الأشخاص الذين لا يحترمون الإجراءات التي وضعتها السلطات العمومية والقاضية بمنع التجوال والخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. المشرع إلى أن يتدخل بسرعة في الحقيقة يشهد له ويحتسب له، كما تدخل قبل ذلك. الغرض والغاية من ذلك هو حماية المواطنين من حيث سلامتهم وأمنهم الصحي وحياتهم الخاصة. أضيف إلى ذلك لأنه لولا التدخل المشرع، لأنه مع الأسف الشديد وكما تعلمون وكما يعلم جميع المشاهدين أنه قلة الوعي تساهم إلى حد ما في المساهمة في انتشار هذا الوباء. وتشمل المقتضيات الزجرية عقوبات حبسية تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح ما بين 300 و1300 درهم لكل من يخرق قرار السلطات العمومية ويعرقل تنفيذ قراراتها إما عن طريق العنف أو التهديد أو بتحريض الغير على الخروج إلى الشوارع والتظاهر. لا يخفى على المواطنين وعلى المشاهدين أن المشرع سن قانون سمى قانون الطوارئ 192/20 والذي ينص في مقتضياته على أن كل من خالف هذا القانون يعاقب بعقوبة حبسية نافذة من شهر إلى 3 أشهر وغرامة مالية نافذة من 300 درهم إلى 1300 درهم. هذا مع الإشارة إلى أنه أحل على القانون الجنائي الذي يتوفر على عقوبة أشد. وتنضاف إلى هذه المقتضيات الزجرية مقتضيات قانونية أخرى لردع الأشخاص الذين يخرقون قرارات السلطة العمومية، بعضها من القانون الجنائي وهي أشد وأكثر زجرا. كنا نتمنى من المشرع أن تكون هناك عقوبة أشد، ولا ذلك ما حد به على أن يحيل على القانون الجنائي اللي بطبيعة الحال في عقوبات الشد يمكن أن تكون رادعة لكل من سولت له نفسه خرق القانون وعدم احترام السلطة التي تسهر على حماية المواطنين وتضحي من أجل المواطنين ومن أجل سلامتهم ومن أجل صحتهم ومن أجل أرواحهم.
هي عقوبات زجرية ورادعة في قانون حالة الطوارئ الصحية، غايتها حماية الوطن والمواطنين. لذلك يبقى من الواجب على المواطنين المكوث في منازلهم والالتزام بالإجراءات التي تدعو إليها السلطات العمومية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد لكي لا يتفشى لدى أشخاص آخرين، وتجنب نشر الأخبار الزائفة ومشاركة بعض الأخبار غير الصحيحة التي يروج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن النيابة العامة المختصة ستتصدى بكل حزم وصرامة لكل مروج ومشارك في نشر الأخبار الزائفة. وبإقليم ميدلت، تعبئة شاملة لمحاربة انتشار العدوى، تعقيم للفضاءات وتحسيس للمواطنين بضرورة التقيد بحالة الطوارئ الصحية، وسدود أمنية لمراقبة رخص التنقل الاستثنائية، واستعدادات أيضا على مستوى مستشفى المدينة لاستقبال أي إصابات محتملة. الصورة ينقلها لنا روبورتاج نوال جراري وأحمد الفضيلي. ميدل تعيش أجواء الطوارئ الصحية، حواجز وسدود أمنية لمراقبة التوفر على وثيقة التنقل الاستثنائية، وعلى احترام مواعيد إغلاق المحلات التجارية في موعدها المحدد في 6:00 مساء، وحملات توعوية في الأزقة والشوارع للمواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا. كنبلغوا من جهودنا اليوم 8 ايام باش نديروا التحسيس للسكان مدينه ميدلت باش هذا الفيروس الكورونا ان شاء الله باش ما ينتشرش، ولكن سكان مدينه ميدلت ملتزمين الحمد لله، بقاو في ديورهم والدراري بقاو في ديورهم وكل شيء الامور مزيانه الحمد لله. كنبغي نوه بهذه المجهودات الجباره كتقوم بها السلطات العموميه بجميع الاطياف ديالها، يعني من اجل تفعيل اجراءات ديال الحجر الصحي، وبغيت نوه ايضا يعني بعمليه التعقيم اللي كتقوم بها السلطات في مختلف احياء ديال المدينه، واللي نجينا بزاف ديال الاصابات الجديده. والتعبئه الجماعيه تتواصل بالمدينه عبر تعقيم وتطهير الاماكن العموميه في عمليه جندت لها امكانيات بشريه ولوجستيكيه. عمليه ديال التعقيم شامله للاقليم كله ابتداء من مدينه ميدلت، اللي قمنا بتعقيم مجموعه ديال المرافق العموميه، وقمنا بتعقيم الشوارع والمتاجر وكاع المحلات اللي يمكن يزوروها الناس مره، وقمنا كذلك ابتداء عاوتاني من الجماعه ديال الزايده، مرورا بالجماعه ديال ادزار، عاوتاني الجماعه ديال اغبالو، وكذلك الجماعه ديال بوميه. الإجراءات نفسها اتخذت على مستوى مستشفى المدينة، حيث تم التدقيق في مراحل استقبال المصابين المحتملين، كما تم تبني مقاربة الاستشفاء المنزلي والتي ستسمح بتقليص عدد الوافدين على المشفى. بهذه الطريقه غتسمح لينا نقصوا اكثر من 80% ولا 90% من لو فلو لي مالاد اللي غادي يجيو او نيفو ديال لوبيتال. دونك اي مريض محتاج شي حاجه كاينين ارقام اللي غادي يتصل بهم، واللي الطبيب غيجي لعندك. الخطوه سميناها خليك في دارك، الطبيب غيجي حتى لعندك. النقطه الثانيه وهذه ايضا سابقه، الحمد لله درنا الجميع الاختصاصيين النقط ديالهم في لابلاتفورم فيسبوك ديالنا وديال الواتساب اللي خاصه بالاقليم، واللي اللي الهدف ديالها انهم يجاوبوا بار تليفون 24 sur 24 7 jours sur 7 على التساؤلات وعلى ويعطيو نصائح طبيه كل في اختصاصه. ويتوفر مستشفى ميدلت على 25 طبيبا عاما واختصاصيا، وكذا 86 من الأطقم شبه الطبية بما فيها اختصاصي التخدير وممرضين متعددي الاختصاصات، بالإضافة الى الأسرة والأدوية. ونفس الصورة نتابعها من سيدي سليمان، حيث تجند الجميع من أجل تطويق الجائحة والوقاية من انتشارها. خديجة زروال وسمير بركة. هكذا تبدو شوارع مدينة سيدي سليمان، عملية التعقيم متواصلة على قدم وساق وتتم بشكل يومي ومنتظم. العملية تشمل كافة المرافق والأسواق والفضاءات العمومية والشوارع للوقاية من انتشار فيروس كورونا. بمعية ديال السلطة وديال جمعية المجتمع المدني، بمواكبة ديال السيد العامل وديال الأطر ديال العمالة، قمنا بحملات
ديال التعقيم على مستوى الشوارع ديال المدينة، على مستوى المرافق العمومية، على مستوى الإدارات، على مستوى القطاع الخاص. قصنا الأبناء، قصنا الأسواق، قصنا لي غرون سيرفاس، محطات الطرقية، وسائل النقل، كل شيء وصلنا له أننا سنخرجوا. وهذه العملية دي ما درناهاش مرة واحدة، بالعكس أبناء أننا في الأول كنا دزنا له الباساج الأول، ومن بعد لو برومي باساج من حد الوضع الوبائي تيتزاد. وحنا دابا حاليا وصلنا لواحد دور اننا يوميا المرافق التي تلجؤ لها المواطنين تندوزوا فيها يوميا باش نحاولوا اننا نديروا اكبر كميه ديال التعقيم ممكنه. الكل منخرط بشكل جماعي لمحاصره فيروس كورونا، كل الوسائل اللوجستيكيه سخرت من اجل هذه العمليه. مجموعه جماعه ترابيه بن حسن للبيئه حرصت كل حرص على تنزيل توجيهات الملكيه الساميه، وذلك بإحداث لجنة اليقظة والتتبع، وذلك بالتنسيق مع السلطة الإقليمية والسلطة المحلية من أجل الإيفاء بجميع الطلبات. ومن أجل ذلك فقد تجندت وعبأت كافة طواقمها البشرية وأيضا وسائلها اللوجستيكية من أجل وضع برامج عمل لتطهير وتعقيم كافة الجماعات الترابية. وبموازاة مع عملية التعقيم والتطهير، تواصل السلطات العمومية عملية المراقبة لحث المواطنين على الالتزام بمنازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. ونذكر من جديد بالرقم الهاتفي 1919 والخاص بالمواطنين الراغبين في المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا. وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايير درهم، وكذا مساهمات الهيئات والمؤسسات، وكذا الأشخاص الذاتيين. وللإشارة فإن كل رسالة SMS نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 درهم. قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق التي تواجه صعوبات يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو. وأوضحت اللجنة أن الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات يجب أن يكونوا موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، مشيرة إلى أن هذا التصريح يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض. وأكدت اللجنة أن جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتم افتحاصها من طرف المفتشية العامة للمالية، وستتم معاقبة أي مخالفة. وفي سياق حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا، قطاع المطاحن بمكناس بجميع فاعليه معبأ من أجل الحفاظ على استمرار عملية الإنتاج وتزويد الأسواق الوطنية بالحاجيات الأساسية من مادة الدقيق ومشتقاته. عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. مع استمرار فرض حالة الطوارئ الصحية، عجلة الإنتاج مستمرة وبلا توقف لضمان الحاجية الأساسية للساكنة. قطاع المطاحن بمكناس بأهميته وطاقته الإنتاجية الكبيرة وطنيا يقف في هذه الظروف معبأ لتوفير متطلبات السوق من الدقيق ومشتقاته، انخراط جماعي لضمان الاستمرارية في الأداء إنتاجا وتوزيعا. تتمركز بالنفوذ الترابي العامل اسم كناس 10 مطاحن صناعية بقدرة إنتاجية تصل إلى 23500 قنطار في اليوم من جميع أصناف القمح الطري والقمح الصلب. وحاليا الأسواق كتعرف تموين عادي ومستقر من جميع المواد ديال الدقيق والمواد الأخرى. تموين ديال المطحنة كيتم بطريقة منتظمة، وأيضا تزويد الزبناء ديالنا كيتم بطريقة منتظمة على الصعيد الوطني. بالنسبة للأثمنة ديال بيع الدقيق فهي أثمنة مستقرة رغم هذا الوباء المنتشر على الصعيد الوطني والعالمي. كنطلبوا بطبيعة الحال من المواطنين أن يحافظوا على وتيرة التسوق
من أجل تفادي جميع المضاربات اللي يمكن تكون. فرق وأطقم الإنتاج خلايا نشيطة تكابد من أجل استمرار دورة الإنتاج، وإجراءات وقائية وصحية دقيقة وحازمة ترافق هذه التضحية حفاظا على سلامتها وسلامة المستهلكين. منتوج وافر واحتياطات مهمة وكافية لتغطية الحاجيات التي تمتد لمختلف ربوع المملكة، عملية كذلك يرافقها توزيع كميات كبيرة من الأعلاف لفائدة الكسابة. الطاقة الإنتاجية ديالنا ديال الطحانة 2000 قنطار في 24 ساعة، أي ما يعادل 200 طن في 24 ساعة. كنخدموا 24 ساعة على 24 ساعة باش يتم التزويد ديال السوق بهذا المادة هذه اللي هي أساسية بانتظام. بالنسبة للمناطق اللي كان المناطق النفوذ ديال التدخل ديالنا تقريبا جل المناطق ديال المغرب، وكنسقوا مع الفيدرالية الوطنية للمطاحين باش اننا نغطيو السوق كله. كنجيو في الصباح كنقصوا العواج دا كنشرجيوها كندوا نفرقوا على الكليان كله فين كيمشي، واحد كيمشي للشرق واحد كيمشي للغرب واحد كيمشي للشمال كله فين كيمشي. وكما المشهد الإنتاجي داخل هذه التعاونية فإن باقي الوحدات الأخرى تعيش نفس الأجواء والتعبئة، وعملية التوزيع تسير بشكل طبيعي، يقوم بها أسطول كبير من الشاحنات يسير يوميا في اتجاه كل جهات المملكة، فالحاجيات متوفرة وبكميات تخزين هائلة. وانتشار الوباء يفرض وضعا استثنائيا داخل مراكز ودور إيواء أطفال الشوارع بمدينة طنجة، ضغط كبير يعزى أساسا إلى ارتفاع عدد النزلاء بسبب حالة الطوارئ الصحية، وتوازيه مجهودات مضاعفة لضمان السلامة الصحية للوافدين. ياسين بن جلون وسعيد ناشح. في زمن كورونا تتباين الأيام للبعض وتتشابه للبعض الآخر، أيام وشهور أو ربما سنوات هو عمر التشرد لأناس جعلوا من الشارع مأوى لهم في مدينة يخيم عليها اليوم سكون غير مسبوق. طلعوني الحملة جاءوا دوني ناد بلاصة دي قلبونا دش أجابت لي طبيبة شافت لي واش فيها الحرارة ما تلمش برس فيها ولو. كورونا مرض خطر كيسبب لأشخاص كبارين وصغارين اللي ما عندهم شي مناعة قوية، وعلى يدك الوزارة الصحة المغربية عطاتنا بعد المعلومات اللي يمكننا نحافظوا على راسنا وما نتصابوش بمرض كورونا، وفي حال تغسلوا يدنا بالماء والصابون. ما خصناش الدراري يسلموا على الناس حيت عارفين هما غادي يمرضوا الناس الا كانوا مريضين عادي، والعواب الصغار ما يكونوش مريضين الناس الكبار غادي ينسقوا في العواب الصغار كورونا، وما خصناش نخرجوا. كمن يضرب عصفورين بحجر واحد، يأمل القائمون على هذه المؤسسة الحد من تفشي ظاهرة التشرد وأيضا الوقاية من فيروس كورونا. في نطاق هذه الحملة ديال ضد الفيروس ديال كورونا المستجد اللي كاينه دابا، دونك كيتم الايواء ديال الناس كاين ان كونفينمون الحجر الصحي بالنسبه للناس، لان بصفه دائمه تتم تما الحجر الصحي ديالهم، وتتم حتى ما بالنسبه لا بالنسبه للامراض ديالهم اللي عندهم دائما كنكونوا دائما دايرين اندوتي ميديكال وكنتبعوهم، ولا بالنسبه ان كنتبعوا واش كاين دي سين ديال لا مالادي واش كاين فياب ولا دي سين ريسبيراتوار. بالنسبه للاطفال يعني كنجيبوهم من البنايه ديالهم كندوشو لهم كندوز لهم الطبيبه كتعمل لهم كنبدلو لهم الحوايج ديالهم، يعني كنخليوهم واحد الفتره يعني كياكلوا كيقراو كيتصادقوا كيتبعوا الانشطه ديالهم كامله بحال جميع الاطفال، ولكن دابا في هذه الظروف دابا الحاليه اللي كنمروا بها يعني حنا كنعملوا لهم واحد الحجر مده 14 يوم حتى كنشوفوهم لان ما كاينش المرض مزيانين، يعني كنعملوا لهم الاحاله عند الاطفال ديالنا اللي مقيمين معنا. في ظل هذه الظروف الاستثنائيه فلجميع الفئات تم تجهيز فضاءات خاصه لاستقبالها، حيث بلغ العدد الغير المقيمين 90 بين الرجال والأطفال، واللي من خلالها تنسيق مع المصالح ديال التنسيقية الجهوية ديال التعاون الوطني والسلطة المحلية كنحاولوا ما أمكن نوفروا جميع الخدمات المطلوبة بما فيها التغذية الإيواء الأفرشة الغطاء الخدمات الصحية
باش إن شاء الله نقدموا جميع الخدمات المطلوبة لهذه الفئات المستهدفة. أمام انشغال العالم بمحاربة جبروت كوفيد 19 لم ينسى المجتمع وحدة هذه الشريحة التي تكابد التشرد بما يعنيه من جوع وعطش ونوم في الخلاء. لولا الدعم والتأهيل لإعادة إدماج هذه الشريحة من المجتمع لما استطعنا أن ننقل لكم هذه المشاهد التي ترفع من منسوب الأمل في زمن كورونا. ياسين بن جلون، سعيد ناجح من طنجة. في ظل هذه الظرفية التي كثر خلالها استعمال المطهرات الكحولية، تجري عمليات مراقبة بيع وجودة هذه المنتجات داخل الصيدليات وافتحاص جميع الوثائق المتعلقة بها. من الرباط روبورتاج إيمان سلاوي وفؤاد الحرش. من مصلحة تتبع القطاع ومفتشية الصيادلة بمديرية الأدوية والصيدلة، كانت انطلاقة الصيدلاني عبد الرحيم الزعامي المكلف بمهمة التفتيش للوقوف على عمليات مراقبة جودة وبيع المطهرات الكحولية. فخلال هذه الظرفية الاستثنائية، المعقمات سبل الوقاية تبقى لا مندوحة للناس عنها لحماية أنفسهم. دكتورة، قول لنا أشنا هما الإجراءات اللي تتعملي قبل من اللي تتوصلي بهذا المنتوج من عند الموزع؟ أول حاجة تنقول له الله يعطيك السر، صفت لي واش مسجل أو ما مسجلش. من أهداف عملية المراقبة الحرص على مدى التزام الصيادلة بمعايير الجودة والسلامة، مراقبة الثمن وكذلك الوثائق المتعلقة بالمنتوج. تنقول له الله يخليك، إلا كنتي في الدار وكانت عندك الإمكانية باش يمكن لك دير الماء والصابون كان أحسن. تنشوف واش المنتوج تيتماشى مع المعايير، معايير الجودة ومعايير السلامة الصحية مع احترام المسالك القانونية. هنايا الصيدلي عنده جوج الإمكانيات، ممكن يقتني الدواء من عند المؤسسات الموزعة، ممكن أنه يحضره بالصيدلية. وأول مسألة نشوفها هنايا وهي خصنا نعينه المنتوج واش كاين في الصيدلية ولا ما كاينش، حيث لما لقيناش في الصيدليات تنقوم بإخبار الإدارة ديالنا اللي ستقوم بالتدابير المناسبة. طلب متزايد على هذه المطهرات، ومديرية الأدوية والصيدلة سهلت كل المساطر اللازمة من أجل ضبط مسالك الإنتاج ومنح تراخيص استعجالية وخدمات كذلك عبر البوابة الإلكترونية. نظرا لارتفاع طلب وتراجع العرض خاصة منها الأسواق العالمية، قامت مديرية الأدوية والصيدلة بسيل جميع المساطر الإدارية لمنتجي هذه المواد بشرط توفرهم على وحدة إنتاج ذات معايير جودة، بحيث أصبح وضع الملفات طلبات ترخيص استعجالي ممكن عن طريق البوابة الإلكترونية لمديرية الأدوية والصيدلة، بحيث تعطى لهذه الشركة المصرح لها من طرف الوزارة ترخيص مؤقت واستعجالي لإنتاج هذه المنتجات في ظرف وجيز جدا. منظمة الصحة العالمية قامت بإنتاج دليل لإنتاج هذه المطهرات، ووزارة الصحة بالمغرب قامت بتعميمه من خلال مقرر لوزير الصحة يمكن جميع الصيادلة من تحضيره. ونتيجة لتعليق المغرب للرحلات البحرية، وجد العديد من السياح الأجانب أنفسهم عالقين بمدينة طنجة، وضعية تم التعامل معها بإنسانية إن على مستوى الدعم المادي أو المعنوي. روبورتاج أنسة بومهدي وسعيد ناجح. كانوا في رحلة العودة إلى بلدانهم بعدما قضوا عطلة ممتعة داخل المغرب لتنقطع بهم السبل في محطة الاستراحة هاته. بعد إجراءات تعليق الرحلات البحرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، توقفت رحلة 200 عرب اضطراريا وأخذت من هذا الفضاء مأوى أملته ظروف جائحة كورونا. في هذا الفضاء يتوفر هؤلاء السياح الأجانب على الوسائل الضرورية من تعقيم وعناية طبية ومواد غذائية. الظروف هنا جد مواتية. السلطات المغربية وفرت لنا ما نحتاجه من مواد غذائية ووسائل التعقيم، وبهذه المناسبة أود أن أشكر باسمي وباسم الجميع السلطات المغربية على ما قامت به من أجلنا، وذلك في ظرف وجيز. أشكر المغاربة على استضافتهم لنا وتوفير فريق عمل خاص من أجل السهر على راحتنا وتعقيم السيارات، فريق مكون من أطباء وممرضين
قاموا بعملهم على أكمل وجه. أوجه رسالة للجميع بأن يلتزموا بتوجيهات السلطات حماية لهم وحماية للعالم أجمع. مبادرة إنسانية اتخذتها السلطات المحلية لمساندة هؤلاء السياح في هذه المحنة في انتظار التحاقهم ببلدانهم. انتقل واحد الفريق عمل لهذا المرأب اللي راكم كتشوفوا فيه من أجل تعقيم السيارات على ما يزيد تقريبا 200 سيارة ديال هاد السياح الأجانب اللي كانوا غادي يقطعوا الضفة الأوروبية الضفة الأخرى عبر ميناء المتوسطي. كيف كتشوفوا السلطات المحلية هيئت لهم هاد المرأب ووفرت فيه جميع الظروف. من جنسيات مختلفة اعتادوا على السفر إلى المغرب، لكن هذه المرة نهاية مسار رحلتهم حدده فيروس كوفيد-19. يقضون يومهم يتلقفون الأخبار عن هذه الجائحة ويتشبتون بأمل العودة إلى ديارهم. وتضامنا مع مواطني الدول الإفريقية جنوب الصحراء العالقين بمعبر الجرجرات بعد إغلاقه في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تواصل السلطات المحلية عملية إيواء وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لما يفوق 60 شخص. من مركز بيرغندوز بإقليم أوسرد نتابع روبورتاج بكارد ليمي ومحمد يداس. في الوقت الذي ينشغل العالم بهذه الجائحة المتمثلة في انتشار فيروس كورونا، لم تنسى المملكة الجانب الإنساني فقدمت المساعدة لحوالي 65 أجنبي من دول إفريقيا من العالقين بعد إغلاق الحدود من جهة المعبر الحدودي الجرجرات. السلطات المحلية لعمالة إقليم أوسرد آوت هؤلاء الأفارقة وقدمت مختلف المساعدات الغذائية والطبية. Je tiens à remercier les Marocains et surtout le grand roi Mohamed VI à son majesté. أشكر المغاربة وأخص بالذكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي تفضل برعايتنا بعدما تهنا ولم نعرف أين نتجه، وهذا شيء مهم. فالمغرب لم يغلق حدوده لوحده، فبفضل صاحب الجلالة تم إيواؤنا ورعايتنا. عاش المغاربة، عاش صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعاشت إفريقيا. نحن ممتنون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نشكر كل السلطات المغربية ونشكر المغرب ورجال الجمارك، وأكبر امتناننا لكل المغاربة الذين ساعدونا وأوونا. رعاية على مدار الساعة توفروا لعابري السبيل هؤلاء الذين شاءت الأقدار أن تتوقف بهم الرحلة في هذا الجزء من العالم، لكنهم لم يشعروا أبدا بالغربة، فكان الكرم والمغربي حاضرا ولو في زمن الأوبئة. جئنا إلى الدار البيضاء للذهاب إلى السنغال، وقدمنا بعدها إلى الحدود فوجدناها مغلقة. أوتنا السلطات المغربية واستقبلونا بلطف، كما قدموا لنا ما نحتاجه من مأكل ومشرب، الكل مرتاح وفرح. نقطن بالدار البيضاء، وكنا نود الذهاب إلى السنغال من أجل جلب البضائع، لكن عند وصولنا الحدود وجدناها مغلقة وعلمنا أنه لا يمكن لنا الدخول، لكن المغاربة قدموا لنا جميع المساعدات من مسكن ومأكل، نحن بخير. 65 إفريقي ينتمون إلى دول السنغال، الكوت ديفوار، مالي، غينيا وغانا وبوركينا فاسو بالإضافة إلى إسباني، ينتظرون أن تفتح الحدود بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية التي تطبقها المملكة والهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. يبدو أن وباء فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في آسيا يواصل انتشاره بقوة في أوروبا وفي طريقه للتفشي بشكل واسع في الولايات المتحدة التي أصبحت أول بلد متضرر في العالم. خالد الأحمدي.
تتسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الذي أودى لحد الآن بحياة أزيد من 23 ألف شخص عبر العالم، بتسجيلها أزيد من 83 ألف حالة إصابة. الولايات المتحدة الأمريكية تصبح أول بؤرة للفيروس، فهي تفوق الصين التي سجلت بها 81 ألف إصابة وإيطاليا 80 ألف إصابة، إلا أن إيطاليا تظل البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات. 8,000 شخص على الأقل قضوا جراء الفيروس بإيطاليا، تليها إسبانيا بتسجيلها 4,000 حالة وفاة. الوضع يتفاقم أيضا في فرنسا، إذ توفي 365 شخص في ظرف 24 ساعة، من بينهم فتاة في 16 من العمر. إفريقيا بدورها ليست في منأى عن الوباء، إذ ارتفع عدد الإصابات بالقارة الإفريقية إلى 27 ألف إصابة. فرغم تعافي 122 ألف شخص عبر العالم، يجبر الفيروس 3 ملايير شخص على المكوث في منازلهم للحد من انتشاره. فالصين أول بؤرة للفيروس، والتي بدأت تتجاوز الأزمة تغلق حدودها مع الخارج إثر تسجيلها 55 إصابة جديدة بالفيروس، 54 حالة مستوردة من الخارج وحالة إصابة محلية شرق البلاد. الفيروس أدى أيضا إلى توقف النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات، ما استوجب اللجوء إلى برامج إنقاذ سواء على المستوى الوطني أو على مستوى التكتلات في محاولة لمواجهة الانكماش الاقتصادي الراهن. بعيدا عن أخبار الوباء، وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة تساقط الثلوج من 10 إلى 30 سنتيمتر فوق المرتفعات التي تتعدى 2000 متر بكل من الحوز، أظلال، ميدلت، تنغير، بن ملال، وما بين منتصف يوم غد السبت إلى منتصف الليل. كما تتوقع عواصف رعدية إلى غاية 11 من هذه الليلة، وستهم أقاليم الحوز، أظلال، شيشاوة، تارودانت وقلعة سراغنا. ومن منتصف يوم غد إلى 11 ليلا بكل من الحوز، أظلال، الرشيدية، ميدلت، ورزازات، تارودانت وتنغير. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، تذكير بأبرز ما جاء فيها. 50 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ببلادنا أعلنت عنها وزارة الصحة مساء أمس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275. تعبئة شاملة للأطر الطبية وشبه الطبية بمستشفيات ومصحات المملكة لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد-19 وإجراءات احترازية عديدة لمواكبة العملية. تطهير وتعقيم الشوارع والفضاءات العمومية متواصل عبر المملكة، يوازيه التزام المواطنين بحالة الطوارئ الصحية. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بحول الله.